أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. المغرب يفرض الحجر الصحي لمدة 10 أيام على القادمين من 74 دولة. أما الدول المدرجة في اللائحة باء فهي كالتالي: أفغانستان والجزائر وأنغولا والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش والبنين وبوليفيا والبوتسوانا والبرازيل وكمبوديا والكاميرون والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوبا والإمارات العربية المتحدة وستواستينا وغواتيمالا وهايتي والهندوارس والهند وإندونيسيا وإيران والعراق وجامايكا وكازاخستان وكينيا والكويت والليسوتو ولاتفيا وليبيريا وليتوانيا ومدغشقر وماليزيا ومالاوي ومالديف ومالي وموريس والمكسيك ونامبيا والنيبال ونيكاراغوا والنيجر وعمان وأوغندا وباكستان وبنما والباراغواي والبيرو وقطر وجمهورية إفريقيا الوسطى والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية والسيشل والسيراليون والصومال والسودان وجنوب إفريقيا وسريلانكا وجنوب السودان وسوريا وتنزانيا وتشاد وتايلاند والطوغو وأوكرانيا والأوروغواي وفنزويلا والفيتنام واليمن وزامبيا والزيمبابوي.